هذا الشيء هذا ملي كنت انا صغير كان هذا الجنيد الاجباري واش مزيان لا وانا كنت كنرغب باش نمشي له واش مزيان لا وحق الله العظيم وما كسبش ولكن هذا الشيء هذا الشيء هذا تقدر تكون مصلحه للبلاد تقدر تكون مصلحه للانسان انسان يقدر واحد كاع ما كيتمرن ما كيدير شي حاجه يقدر يضرب ديك العام يجي واحد اخر واش مزيان لا يجي فكره اخرى يجي عقل اخر يعرف راسه راه هو انا بيدي انا الولد ديالي هاد الليل باه كنا جايبين الهضره قلت له شوف تكمل قرايتك اوكي ما تكملش راه غتمشي تدوز ولا كتاب وتمشي تدوز انا بغيتك ترجل شويه تقصح تولي كابابل قسمه بالرب العظيم وكل واحد كل واحد الحر في نفسه اللي بغى يمشي يمشي اللي ما بغاش يمشي على خاطره هذا شوف تاكناويت عنده واحد الروحانيه كتجلب الذات اي انسان كيتصنت على تاكناويت كيرتاح بلا ما يشعر واش فهمتيني الا ما اللي كيشافي كيشافي الله تبارك وتعالى كل شيء ديال الله كناكلوا فيه الحمد لله الخبز وكنا هو كاملين عايشين ومربين ولادهم كيقراو ووصلوا للمستوى مزيان والحمد لله اللهم لك الحمد نقولوا على القضيه عايشين غير بالبركه فهمتيني واللي الا كانت القناعه كيكون كل شيء غادي مزيان الحمد لله بقى كتلعب في 50% مازال خصها مازال شويه تزيد لقدام ان شاء الله الا كتب الله حنا غادي كنكافحوا الجن والمخدرات بحال وقلنا هو ما عنده حتى علاقه بالمخدرات ولا في الجن الشيطان هي واجب بنادم كيتزكن هو مع راسو كيتنغم كيعيش واحد اللحظه اللي هي صوفيه كلام الله كلام الانبياء الصالحين اش من علاقه عندها ما بين الجن انا ما عنديش في انا بعدا كنهضر على نفسي انا ما عنديش فكره على هذا الشيء انا تاكناويت كنحس بها موسيقى والحمد لله زدت تاكدت ملي لعبت مع الناس اللي هما قراو الموسيقى الناس كبار بزاف وهذه موسيقى يا خويا علاش بنادم يدخل فيها الجن ويدخل فيها العفاريت القضيه ما كاينه شوف نعطيك فكره الناس الغيوان في الوقت ديالهم كانوا يديروا سهره وعباد الله طيح جدب علاش حيت كاين بعض الالحان ديال تاكناويت وهذا هو السر في تاكناويت كيجيك حالك كتنوض كتشطح بحال اللي غادي يجيك الشعبي وانت مبري بالشعبي غتنوض فوق البستيريا وتقعد مع راسك كذلك الموسيقى كامله لا العصري ولا الغربي ولا الشعبي ولا تاكناويت ولا بومارلي ولا كل شيء لا ميم سوج الالوان هادو كاين سبعة الالوان في تاكناويت وهذا الشيء هذا كان في واحد العهد اللي هو كانوا الناس قدام كانوا كيديروا هذه الليله صوفيه وكان كانت واحد النيه دابا ما بقاش ديك الشيء دابا ولات تاكناويت موسيقى كانت في واحد الوقت اللي هو انا حضرت باقي صغير عندي 13 عام ولا 14 عام حضرت على ليله السيد كان مريض مشى ما خلى لا طبيب لا والو ناض في الليله ناض كيجذب وتسرح من رجليه ولكن ديك الشيء هذاك ديال الله تبارك وتعالى ربي هو اللي شافه على حسب ديك الليله كيكون فيها بزاف ديال الناس كاين الدري صغير كاين المسطي كاين اللي بعقلو كاين اللي كل واحد كيقول امين ما عرفتي ربي من تشجب ديك امين ما عرفتي عندك الصبي ولا ديك الصبيه ولا ديك الراجل اللي هو مسكين بوهالي ولا واش فهمتي لما تاكناويت ما عندها علاقة لا بالجن ولا بالعفاريت ولا دي الناس كانوا كيديروا واحد الدردبة باش كيرتحوا الدات ديالهم فهمتيني بحال تاع عيساويت بحال كتشوف ليلة ديال عيساوة غير ذكر الله والناس دايرين واحد الحفل اللي نديروا مثل دياني وإلى آخره هكا كانت تاكناويت تاكناويت من بعد ولات كل واحد كيفاش كيعطيها كيفاش يتصورها وبنادم اللي هو كيخدم وكيكافح راه تاكناويت مع عمرها ديما ان شاء الله غترجع بخير الشباب تبارك الله وصلنا ربي طالعين حرار ما كاينش تخرجيش هادو بحال عندنا واحد السلسله حنا في الصغر ديالي تعلمت انا تاكناويت خصك هاد الطقوس هادو كلهم تحفظهم باش الا بغيتي تكون معلم وهاد الشيء هذا باقيين كنخدموه باقيين كنخدموا الليالي كاين دابا الناس اللي ولات كدير الليله ماشي باش تذبح ولا باش دير الليله باش تنغم وترتاح القلب ديالها وتشوف ديك تسمع ديك المبليه خاصها تسمع هذا هو المهم ديالها وهذا الشيء ولينا بزاف كثير ولينا كنخدموه ما بقاش ديك الشيء ديال الدباياح والناس الجذبه والناس هذه كاين الناس اللي ما تجذبش كتجذب غير براسها غير ديك الحال اللي راه هو معاها وليني ما باش غادي يطيح بنادم شوف انا نعطيك واحد باش نختموا هاد كاين بنادم اللي كيتوهم شي حاجه كيبقى عايش فيها وهذيك ديك الوهم
هو اللي كيجاليكم في ديك الحاله، اما كيتصطب ديك الشيء واما كيخرج على راسه تابع ديك ديك الدباياح وديك هذه عيشه هذه ما عرفش كنا هي هذه ما عرف واش فهمتيني. هذا راه اوهم من هذا، خصو يخدم عقله ويقول راه كاين الله تبارك وتعالى، الا قدر الله شي حاجه عليا ماشي الجن اللي دار ليا ولا عفريت ولا هذا الشيء، راه مقدره الله وغادي ربي هو اللي غادي الا بغى يشافيني في واحد الدقيقه. والناس خاصها تمشي هكا بهذ الافكار، ما تمشيش لا راه خصني نذبح الذبيحه لا العيشه، راه معكس عليا الطريق. شكون معكس لك الطريق؟ انت كتمشي في الطريق ما كاينش اللي كيهضر معك. هذا هي الخلاصه ديال هذا الشيء. وانا امن بالله ما كنثق بهذ الخرايف هذا الشيء كاع، ما لا والو هذا الشيء جا خاطيني. انا مبوهل في التكناويت ونخدم الليله ونتسوكن، هذا كي جدبت انا كنجدم معاه واش مزيان، ولكن ماشي باش ندخل راسي في شي حوايج اللي انا ما متقبلهمش لا العقل ولا متقبلهم الافكار ديالي ما جامي. كنقول لك كل واحد كيعطي ربي داك الشيء اللي مقسم ليه، انا باغي كنهضروا فيها، كل واحد ميزو ربي على الاخر، ما يمكنش تقول هذا الخليفه ديالي، انا عندي ولدي كيضرب القنبري وكيغني وكيدير اي حاجه ولكن ما نقدرش نحكم عليه دابا، نقدر حتى يكبر. كاين دراري تبارك الله صلى الله عليه وسلم اللي طالعين دراري كينقطوا كيحافظين التكناويت حافظين بزاف ديال الاشياء في هذا الشيء هذا، ولكن كاين بعض الاشياء ما فراسهمش واش فهمتيني، حيت التكناويت شويه بحال مين يدير، خصك تعلم قراقب تعلم التفرج تعلم لا دونس تعلم كاع المسرحيات ديالهم كاع الملوك تحفظهم كاع شويه ديال، خصك واحد 40 سنه بعدا ديال التمرين. جادي ان شاء الله راني صوبت واحد البروجي ان شاء الله واحد لامبوم غادي ان شاء الله كنشوفوا الساعه الاجابه فين نطلقوا الخوت يسمعوا ان شاء الله. النهار الكبير هو اللي كنكون مع الجمهور، كنكون مع الشعب وكنحس ما بين بحال اللي راني العائله ديالي بحال اللي راني مجموع مع خوتي، وكنحس بشي احساس اللي ما نقدرش نصوره لك. والله انا الحياه ديالي بلاد الميدان هذا ما نقدرش نعيش، كون على اكيد لازم السندير ولازم من الناس اللي كيحبوك وكي هذا ما يتبع بمال، باش ربي يحب فيك خلق الله راه حاجه كبيره الحمد لله اللي كنفتخر بها اللهم لك الحمد. والله يجعلني ديما نكون عند حسن ظن الجمهور كما بغى حميد غادي يلقاه.